لم يتردد في احترام قسم المسيرة والوحدة الترابية والاحترام للدين وللملك، لم يتردد تماما. رجل يؤمن بما قام به من عمل حراكي من أجل مطالبة حقوق سكينة الحسيمة، ولم أشعر أنه يريد أن يتردد أو أن يتجاهل أو أن يتراجع عن حقه في المزيد من مطالبة حقوق السكينة التي وصفها في أربعة محاور. أولهما أين هو المستشفى الأونكولوجي الذي دشنه صاحب جلالة في 2008؟ ثانيا، أين الوعودات في خلق جامعة بالحسيمة؟ ثالثا، ما التعليم والصحة لأكثر عدد ممكن من على حسب المستطاع أكيد. ورابعا، أي منع بيع الأرض التي هي المنطقة الصناعية بالحسيمة، والذي وقع تهجير جميع الشركات منها لأن هي 300 هكتار يريدون بائعها ب70 درهم المتر لفائدة بعض المضاربين العقاريين، وما قررت سكينة الحسيمة أن هذا سوف لا يقع مهما كانت التضحية، وأنه ليس هناك لا مزايدة ولا مطلب رابع ولا مطلب ثالث، وبأن لا يوجد في الحراك مطلب سياسي مطلق. يعني انكرت هم لا أنكر، لا ما وجهه ما انكرش. هو عمره ما توصل بالفلوس ديال الخارج، عمره ما استعمل العنف، بالعكس عين وشخاص وعطى السميه ديال هاد الناس اللي بغاو يجيو اللي بغاو يصفيوها جسديا من نادور، ولكن هو عمره لم يستعمل قط العنف في 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 حراكه، وديما كان ضد الحكم، وانه لم يتعامل ما يسمى منظمه بالخارج التي تطلب باستقلال الريف، ابدا لم يطالب تماما باستقلال الريف، ولم يتعامل مع من يطالب باستقلال الريف، ولم يمنع ابدا ان ترفع الرايه المغربيه التي إن لم تكن موجودة في الحراك فهي موجودة في قلوب جميع الساكنة ولا سيما في قلبه، وبأنه هو شخصيا لم يرفع أي راية، لا أمازيغية لا وطنية لا ريفية لا سوسيال لا بيضاوية، لم يرفع أي صحة السياسية ديالو اليوم المعنوية ديالو مرتفعة، لأنه هو برأ تماما المكتب الوطني للشرطة القضائية، قال لك بأن لابريغاد ناسيونال الفرقة الوطنية لم تعاملت معه بإنسانية مهمة جدا، مستوى عالي من الإنسانية، لكن يواخد السلطة في الحسيمة التي هجمت عليه ولمدة أكثر من يومين تعاملت معه بصفة وحشية غير مقبولة، وينوي متابعتهم لأنه ضبط أسماءهم. أما لما وصل إلى الدار البيضاء فكأنه ارتاح، وصل إلى خرج من الجحيم بالنسبة لما كان تمارس عليه من قمع أو إهانة في الحسيمة. صحيح سابق ديالهم مع الطعام؟ لا ما عندوش اي ضرب على الطعام تماما، لا صحيح. لكن يا الحالة الصحية ديالهم في الدار البيضاء لم يكن موضوع اي تعنيف، عنده في راسه، عنده 5 الغرزات في راسه، وعنده دق في عينه 5 الغرزات في راسه، ولكن في الحسيمة وأثناء المجيء ديالو إلى أن حتى ركب الهليكوبتر حتى وصل الدار البيضاء، وكيقول لك في الدار البيضاء وكأن حسيت وصلت للجنة،
بالنسبه للجحيم اللي كنت فيه. هذا هو اللي قال هو داك الشغل هو تشوفوا هو انا ما ماشي انا اللي كنقول هو اللي كيقول فهمتني. هما السبعه كلهم سبعه. سبعه جرى استنطاقهم جميعا استاذ؟ لا باقي جاري الاستنطاق. استاذ في التحقيق كتقول انه الاصابات اللي عند الزفزافي بسبب انه قاوم في بدا مقاومه في الاعتقال ديالو. ما كنتش معاه وحتى حد ما فكر يطرح له هذا السؤال هذا. ما نكذبش عليك. ما كنتش مع عند 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 اعتقاله باش نشاد لك وفي السنتك حتى واحد ما سول على هذا.